بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فقد بينا في الحلقه السابقه ان الابتلاء بالنسبه للمؤمن بالله تعالى خير كله لان البلاء يعرض المبتلى لثواب عظيم يناله جزاء على ما قدم من شكر أو صبر، وبينا أن الابتلاء بالمصائب كالفقر والمجاعة والأمراض وفقد الأحبة ليس أمارة على سوء حال المبتلى، وأن صفوة البشر هم الذين يصيبهم البلاء، وكثيرا ما يكون البلاء طريقا معبدا الى جنه الرضوان والنعيم المقيم بل ان العبد قد تكون له منزله في الجنه لا يصل اليها او لا يبلغها بعمله الذي اعتاد عليه لعلو هذه المنزله عن مستوى عمله فيبتلى من الله سبحانه وتعالى فيبلغ هذه الدرجه بثواب الصبر على قضاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وسبب الخير في عموم البلاء هو التحقق بمقام الصبر او مقام الشكر وهما منزلان لا ينزلهما الا مؤمن بالله وباليوم الاخر وبالجزاء ثوابا وعقابا هذا وقد ورد ذكر الصبر ومشتقاته في القرآن الكريم أكثر من مئة مرة، وهو يدور على معنى واحد هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضاة الله، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مناط الثواب في الصبر، وهو الصبر على المكاره، وذلك في الحديث الشريف. واعلم ان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وقد ربط القران الكريم وكذلك السنه المشرفه بين الصبر وبين اعظم الدرجات في الدنيا واجلها ثوابا في الاخره فالصابرون هم ائمه المتقين وهم الذين يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا وان الله مع الصابرين قال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال وان تصبروا فهو خير لكم وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه نصف الايمان ومما يجب تعلمه في هذا المقام هو ان الصبر المقبول هو ما كان في وقته الصحيح اي وقت نزول البلاء وفي الحديث الشريف انما الصبر عند الصدمه الاولى فاذا فتر المبتلى بتاثير من مرور الزمن او مواساه الاخرين فانه لا يسمى صابرا محتسبا وقد بلغت فضيله الصبر منزله الضرورات الحياتيه في تحقق الامال في الدنيا والاخره فهي ضروره دينيه وضروره دنيويه واذا كان الله تعالى قد اجرى العاده في الدنيا على نظام التدرج فلا جرم أن كان الصبر هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الآمال وبلوغ الغايات. فالزارع والصانع والتاجر والعالم والمتعلم والمفكر وغيرهم لا يمكن لهم أن ينجزوا عملاً أو يحققوا غاية أو هدفاً إلا باصطحاب الصبر. واستدعائه في كل مرحله من المراحل التي تسبق مرحله الانجاز ويطول الكلام كثيرا في ذكر الحكم شعرا او نثرا والتي تدعو لفضيله الصبر وكيف ان الانسان لا يبلغ مجدا ولا نجاحا الا اذا اتخذ الصبر مطيه في السعي لبلوغ المقاصد وتحقيق الامال ومن ابلغ ما قيل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات وايضا قوله صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزا وقول السيد المسيح عليه السلام انكم لا تدركون ما تحبون الا بصبركم على ما تكرهون ايها المشاهد الكريم ما من زمن نحن احوج فيه الى الصبر على ما نزل بنا مثل زمن هذا الوباء الذي يجثم على الصدور ويخنق الانفاس ويقض المضاجع ويصادر الحريات العامه والخاصه وانه لبلاء عظيم لا يعالجه الا الصبر مع الدعاء الدائم عقب الصلوات ان يكشف الله عن عباده ما نزل بهم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته